إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني. طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم ومراجعة نهائية، مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجبر الترم الثاني. في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشيره للأصدقاء والفيسبوك وتابعونا باستمرار. يلا بينا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول لي أكمل العبارات الآتية. واحد، احتمال الحدث المؤكد يساوي. يبقى على طول احنا عارفين ان الحدث المؤكد احتماله ايه؟ واحد. يبقى احتمال الحدث المؤكد بيساوي كام؟ بيساوي واحد. اما الحدث المستحيل احتماله صفر. الحدث اللي هو ايه دلوقتي؟ اللي هو ليس مؤكد ومش مستحيل، يبقى الحدث الممكن يعني. طب احتماله كام؟ يقع ما بين الصفر والواحد. يبقى الحدث الممكن احتماله يقع ما بين الصفر والايه والواحد، يعني ممكن نص، ربع، تلت كده، انما ما يزيدش عن الواحد وما يقلش عن الايه، عن الصفر. ده اي احتمال. اتنين، المعكوس الضربي للعدد سالب 3 على 4 اس 0 هو. بداية العدد، اي عدد اس 0 بيساوي 1 بشرط ان يكون العدد ده ما يكونش صفر اس 0، انما لو اي عدد تاني غير صفر يعني ما يكونش صفر نقوله اي عدد اس صفر بيساوي ايه؟ يساوي الواحد. يعني معنى ذلك ان كام؟ يبقى سالب 3، خلاص 3 على 4 اس صفر ده معناه بكام؟ معناه ان ده بواحد. طب نيجي نشوفه بقى المعكوس الضربي للواحد. الواحد بقى معكوس الضربي ايه؟ هو نفسه، لان الواحد في واحد يدينا واحد، يبقى اذا المعكوس الضربي للعدد واحد، لو العدد اللي قدامنا دوت هو الايه؟ الواحد. اثنين او ثلاثة، السؤال رقم ثلاثة، اذا كان الف مضروبة في ب اس سالب واحد بيساوي واحد على خمسة، فان الف على ب بتساوي. طب بداية ب اس سالب واحد دي معناها ايه؟ معناها واحد على ب، يعني ممكن نكتب كده نقوله الف اهي زي ما هي مضروبة في واحد على الب، يبقى ب اس سالب واحد نحولها الى واحد على ب بالاس الموجب. خلي بالك هنا المقام هنا كام؟ واحد. ممكن نضرب بسط في البسط والمقام في المقام. اضرب الواحد في ألف يديني ألف، يبقى هنا في إيه؟ ألف. وواحد في ب يديني ب، يعني ألف على ب بيساوي واحد على كام؟ على الخمسة. طب هو بيقول ألف على ب يساوي كام؟ نقول له بيساوي واحد على خمسة، يبقى دي معناها إنه بيساوي كام؟ واحد على الكام؟ على الإيه؟ الخمسة. طيب مجموع حل المعادلة اللي قدامك ديت في الأعداد الطبيعية، في الأعداد مين؟ الطبيعية. يبقى لازم يكون في الاعداد الطبيعي. احنا بنقوله ايه دلوقتي؟ بنقوله عشان نحل معادله زي ديت نودد هناك ده مع تغيير الاشاره، بنقوله س س بتساوي صح كده؟ 3 ناقص 3، 3 ناقص 3 يديني كام؟ يديني صفر. يا ترى الصفر ده عدد طبيعي ولا لا؟ نقوله ده موجود في مجموعه الاعداد الايه؟ الطبيعيه طبعا. يبقى مجموعه الحل هنا هنقوله المجموعه اللي فيها كام؟ اللي فيها صفر، يبقى ده الحل بتاع الايه؟ المساله بتاعتنا. الثاني بيقول لي ايه؟ اختر الإجابة الصحيحة من الإجابات المعطاة. إذا كانت س زائد 5 بيساوي 8، فإن 2 س بتساوي كام؟ عايز يختار من دول. في البداية لازم نحل المعادلة ونجيب قيمة س بكام؟ طيب س زائد 5 بيساوي 8، يبقى س بكام؟ طبعا دي سهلة جدا. نقوله يبقى 3 زائد 5 بيساوي 8، يبقى س قيمتها كام على طول؟ يبقى نقول س قيمتها كام؟ 3. أو تقول حاجة تودي الإيه الخمسة هناك مع تغيير الإشارة، نقول له 8 ناقص 5 يساوي كام؟ 3، يبقى أنا كده جبت قيمة الإيه؟ السين بيساوي كام؟ 3. طب هو مش عايز السين، ده هو عايز 2 في سين، يعني 2 في 3، يعني نقول له 2 أهوت مضروبة في الكام؟ في التلات. طب ال 2 في 3 يديني كام؟ نقول له 2 في 3 بيساوي كام؟ 6، يبقى الإجابة الصحيحة بتساوي كام؟ الإيه؟ 6. سؤال رقم 2 بيقول لي هات الجذر التربيعي لمين؟ ل 9 زائد 16. في طلبه تقول لك والله الجذر 9 3 والجذر 16 4 ونجمعهم، طبعا غلط الطريقه دي غلط. انما ايه الصح؟ طالما عددين تحت جذر تربيعي والاثنين مجموعين او مطروحين لازم نعمل عمليه الجمع او الطرح الاول، بعد كده بنعمل عمليه الايه؟ ناخد الجذر. فيلا بينا نجمع، نقوله كام؟ 9 و16 يديني 25،
خمسة وكام؟ وعشرين. طيب 25 ناخد الجذر بتاعها، الجذر التربيعي لل 25 هو مين؟ الخمسة. يبقى نقوله الحل بتاعنا الصحيح، يبقى إذا الجذر التربيعي هنا بيطلع بكام؟ بخمسة. طبعا مش هنقوله موجب أو سالب خمسة لأن دي مش معادلة، ده جذر بس وعطهولي بالموجب، يبقى قيمته تطلع بالإيه؟ بالموجب. السؤال الثاني، احتمال الحدث المستحيل يساوي، أنا عايز احتمال الحدث الإيه؟ المستحيل. فإحنا قلنا الحدث المستحيل اللي هو مش ممكن يتم أو ما ينفعش إن هو يتم، اللي هو إيه؟ احتماله دايما بالإيه؟ بالإيه؟ بالصفر. احتماله بالإيه؟ بالصفر، يبقى الإجابة الصحيحة الإيه؟ الصفر. طب نص العدد 2 أس 10 بكام؟ طب ما هو يعني نصه ايه؟ يعني كانك بتقسم على الاثنين، قولوا 2 اس 10 مقسومه على الاثنين، مقسومه على الكام؟ على الاثنين. طب احنا دلوقتي هنا الاساس 2 وهنا الاساس 2، لما تكون الاساسات متشابهه وانا بعمليه القسمه بنطرح الاسس، يعني نقولوا 2 كده نحط الاثنين ونطرح، خلي بالك الاس هنا كام؟ واحد. نقولوا 10 ناقص الواحد، بنقول 10 ناقص الواحد. طيب يلا نشوفه مع بعض، 2 أس 10 ناقص 1 يديني كام؟ 9. يبقى نصف العدد 2 أس 10 هو 2 أس كام؟ 2 أس 9. دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة عندنا. السؤال بعد كده بيقول إيه وجود مجموعة حل المعادلة في ن لكل ما يأتي. أول حاجة نجيبه معادلة 5 س ناقص 2 بيساوي 13، فهنحل المعادلة ديت، نقوله 5 س هايد، نقوله 5 س هتساوي، نعمل ايه؟ بناخد العدد ده هناك ونوديه مع تغيير اشارته، يبقى نقوله كام؟ 13، 13 ناقص ايه؟ هي ناقص، يبقى زائد 2، 13 زائد كام؟ 2. طيب نقوله 5 س برضو بتساوي، نجمع مع بعضينا نقوله 13 زائد 2 يديني كام؟ ال 15. هنقسم الطرفين على معامل السين، طب معامل السين هنا كام؟ 5، يبقى نقسم الطرفين على 5. يبقى لما نقسم على الخمسة هنا، نقسم هنا على الخمسة ونقسم برضو هنا على الايه؟ الخمسة. الخمسة دي تختصر مع الخمسة دي تبقى لي السين. نبتدي نقوله بقى كام؟ 15 على الخمسة فيها الكام؟ فيها التلاتة. طب التلاتة ده عدد نسبي أو عدد نسبي؟ مقامه واحد. بنقوله مجموعة الحل في نون في الأعداد النسبية يعني هيساوي كام؟ مجموعة الايه؟ التلاتة. مجموعة الايه؟ التلاتة. يبقى أنا كده حليت المعادلة الأولانية، المعادلة. نبتدي بقى نتعامل، بيقول لي هات لي مجموعة حل المتباينة اللي هي 3 س زائد 2 أقل من أو يساوي كام؟ 8. طب نعمل إيه بقى دلوقتي؟ تعالوا نحلوها كده مع بعضينا، كأنك بتحل معادلة بالظبط. نعمل إيه؟ أول حاجة بنعملها بناخد الاتنين هناك ونغير إيه؟ نوديها مع تغيير الإيه؟ الإشارة. طب يلا نقوله، نقوله 3 س أهي زي ما هي بتنزل وأكبر أقل من أو يساوي. بعد كده نقوله 8 ناقص الايه؟ الاثنين، لان الاثنين هنا موجبه، هنوديها هناك مع تغيير الاشاره بتاعتها، هنقوله 3 س تنزل معايا 3 ايه؟ س اقل من او تساوي، نطرح 8 بنقص منهم 2 اتبقى كام؟ 6، اتبقى لنا كام؟ 6. هنقسم الطرفين على الثلاثة، لما بنقسم على عدد موجب العلامه ما بتتغيرش، انما لو انا بنقسم المتباينه على عدد سالب لازم علامه التباين دي ايه؟ تتغير. فانا بنقسم على عدد موجب اللي هو التلاتة، يبقى العمليه ايه؟ العمليه مش هتتغير خالص، يبقى هنا نقسم على التلاتة وهنا برضو نقسم على الكام؟ على التلاتة. طيب التلاتة تروح مع التلاتة هتبقى لي س، العلامه تفضل زي ما هي اقل من او يساوي، 6 على التلاتة تبقى لي كام؟ 2. هنرجع نقول له خلاص انا كده نجي نكتب مجموعه الحل بقى، قولوا مجموعه الحل في نون في الاعداد النسبيه يعني هتساوي، نقوله الآتي، نقوله س حيث الس خلاص بتنتمي لمجموعة الأعداد النسبية فاصلة، ونكتب له دي زي ما هي تاني، نقوله س أقل من أو يساوي كام؟ الاتنين، ونقفل قوس الإيه؟ المجموعة. يبقى أنا كده جبت مجموعة الحل في الأعداد الإيه؟ النسبية، الأعداد الإيه؟ النسبية. هنا السؤال اللي بعد كده رقم 4 بيقول يختصر لأبسط صورة، 2 أس 3 مضروب في 2 أس 6 على 2 أس كام؟ 7. طبعا دي من المسائل البسيطة جدا والسهلة جدا. الأول في حالة الضرب لما تكون الأساسات متشابهة بنجمع الأسس، بناخد أساس واحد ونجمع الأسس. الأساس هنا كام؟ 2، والأساس هنا 2، خد أساس واحد ناخد أساس. طب والأس اللي فوق ده نعمل فيه إيه؟ نجمعه. يبقى نقوله 3 زائد 6 يديني كام؟ 9، يدينا كام هنا؟ التاسع. ونحط ده زي ما هو، نضعه زي ما هو، يبقى 2 أس كام؟ أس 7 بيساوي
حولت المسألة لمسألة اسمة. اسمة شرط الكسر دي معناها اسمة. طب في حالة القسمة بنعمل ايه؟ برضو ناخد اساس، خد ايه؟ اساس، ونيجي على الاسس ونطرحها. يعني ايه؟ نقوله 9 بنقص منهم 7 بقى لي كام؟ 2. اصبحت النتيجة عبارة عن كام؟ نقوله 2 اس 2. طب 2 اس 2 يعني ايه؟ 2 اس 2 يعني 2 في 2. 2 في 2 بكام يا حبايبي؟ نقوله 2 في 2. يبقى 2 اس 2 دي معناها 2 في ايه؟ في 2. 2 في 2 يديني كام؟ ال 2 في 2 يديني كام؟ 4. يبقى الناتج بتاعنا بيساوي كام؟ ال 4. السؤال بعد كده بيقول لي اوجد ناتج ما ياتي. 12 مضروبه في 2 اس 3 اس 2 على كام؟ 24 زائد 3 اس كام؟ اس 2. فاحنا لازم عشان نعمل حاجه زي كده بناخد القاعده بتاعه فك الاقواس او الفك عامه. نبدا بالاول بالقوس، بعد كده الاس، وبعد كده موجب الضرب والقسمه بالترتيب كده، وبعد كده اخر حاجه الموجه الجمع والايه والطرح. طب القوس هل عندنا احنا قوس نفكه؟ ما عندناش اقواس، يبقى ماليش دعوه بيه خالص. الاس في اسس؟ اه في اسس. نبتدي نفك الاسس بقى. ننزل ال 12 زي ما هي. كويس، في 2 اس 2 يعني نفك الاس بقى. 2 في اس 2 يعني 2 في 2 بكام؟ ب 4. بعد كده نقوله على، نحطه على زي ما هي برضو، ال 24 اهيت زائد، ونكتب برضو ال 3 في 3 ب 9، نفك ال 3 ديت الاس كده، يبقى انا فكيت الايه؟ الاس. ندخل الخطوه اللي بعدها الضرب والقسمه. نبدا بايه؟ نبدا بالترتيب. مين معايا في الاول في البدايه؟ وانا برتب كده هنلاقي الكام؟ الايه؟ الضرب. ابدا بالضرب، يبقى نقوله يلا ايه نضرب. 12 في 4 اديني 8 وكام؟ و40. 8 وكام؟ و40. وننزل دول زي ما هو على الكام؟ على ال 24، بعد كده زائد التسعه لوحدها بره كده. الخطوه اللي بعد كده نبتدي عمليه مين بقى؟ عمليه القسم. يبقى ناخد هنا عمليه القسمه موجوده، نعمل عمليه القسمه. طب انا لو قسمت 48 على 24 هيديني كام؟ هيدينا الاثنين. يبقى دول كده مع بعضهم كده نعملهم عمليه قسمه. ال 48 لو قسمتهم على 24 يديني كام؟ 2. بعد كده ننزل زائد كام؟ زائد التسعه، تنزل معايا زي ما هي الايه؟ التسعه. بعد كده خلاص في عمليه الجمع والطرح بقى، اخر حاجه او اخر مرحله، مرحله بتاعتنا اللي هي مرحله الجمع والايه؟ والطرح. 6 كام هنا؟ 2 زائد 9 يديني ال 11. يبقى النتيجه النهائيه تطلع بالايه؟ ال 11. طيب سؤال بعد كده رقم 5 بيقول لي اختصر لابسط صوره. 3 اس 3 على ال 2 اس 3 مضروبه في الجذر التربيعي ال 64 على ال 9 مضروبه في 5 على ال 2 اس كام؟ اس 0. هنا في خطوات، في كذا حاجه عندي. خلاص عندي اسس، وبعد كده جذر، وبعد كده اس 0. فنبدا نفك واحده واحده كده مع بعض. اول بدايه نفك الاس بقى. 3 على ال 2 اس 3 دي معناها ان انا نضرب الثلاثة في نفسها ثلاث مرات، ونضرب الاثنين في نفسها ثلاث مرات. يلا بينا شو مع بعض. ثلاثة في ثلاثة بتسعة، تسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين، نقول ده بسبعة ايه؟ بسبعة وعشرين. الاثنين تنضرب في نفسها ثلاث مرات بنفس الطريقة، اثنين في اثنين باربعة، اربعة في اثنين بتمانية. طيب قولوا فيه هيقابلنا مين بعد كده؟ الجذر التربيعي. خد الجذر التربيعي بقى، بأول مرة احنا مشغلين ال 64 جذر التربيع بتاعها كام؟ ناخد الجذر التربيع هنلاقيه 8. طيب التسعة، خد الجذر التربيع للتسعة، التسعة جذرها التربيع كام؟ نقوله 3. في العدد ده 5 على 2 أس 0. طيب يبقى 5 على 2 أس 0 يديني كام؟ يديني الإيه؟ الواحد. طب نبتدي نختصر بقى، نشوف عملية الإيه؟ الاختصار. هنقوله التمانية ديت على التمانية فيها الواحد، وعلى التمانية فيها الواحد. نختصر برضو 3 على 3 فيها الواحد، ونقوله 27 على الايه؟ ال 3 فيها التسعة. ماشي، ونضرب البسط في البسط والمقام في المقام. طبعا هنا المقام هنا واحد، 9 في 1 ب 9 في 1 يديني 9، على الواحد في 1 ب 1 في 1 يديني 1. 9 على الواحد يديني كام؟ 9. يديني كام؟ 9. طب يعني ممكن بعد ما تجيب الخطوه ديت خلاص وبالاله الحاسبه تختصر، لو انت مش عارف تختصر بالطريقه ديت خد الخطوه ديت وبعد كده بالاله الحاسبه اختصر، هديك في النهايه اديك ايه؟ صندوق بيحتوي على 4 كرات بيضاء. كم كره بيضاء؟ 4، و5 حمراء،
وستة كرات زرقاء متماثلة كلهم شكل بعضهم. فإذا سحبت كرة فإذا سحبت كرة واحدة عشوائيا، ما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء ليست زرقاء سوداء؟ طيب أول حاجة بنجيب حاجة اسمها فضائل النواتج، اللي هي مجموع النواتج كلها اللي هي الفين. طب دي بنجيبها ازاي؟ بنقول انا عندي كرات، يبقى نجمع الكرات كلها، يبقى نقوله اول كام؟ أربعة، يبقى نقوله الأربعة. هنجمع معهم كام؟ الخمس. هنجمع معهم بعد كده مين؟ الستة. طب يلا نجمع كل دوت مع بعض هيدينا كام؟ ستة وأربعة عشرة، وخمسة يديني 15. يبقى فضائل النواتج أو الفي كلها تديني كام؟ 15. يبقى دي اللي 15 دي اللي هنقسم عليها. طب اول حاجه بيقول لي احتمال الكره المسحوبه حمراء. طب انا عندي كام كره حمراء؟ 5. يبقى الخمسه دي نقسمها على ال 15. يبقى علشان نجيب احتمال، خلي بالك الاحتمال ان تكون الكره مسحوبه حمراء، عدد الحمراء كام؟ نقوله 5 كرات حمراء على العدد الكلي اللي احنا لسه جايبينه ال 15. ونختصر ببساطه شويه، على الخمسة، خمسة على الخمسة فيها الواحد، وخمستاشر على الخمسة فيها التلاتة، يبقى الاحتمال هنا بيساوي واحد على التلاتة. ليست الكرة ليست زرقاء. طب أنا عندي كرة كام كرة زرقاء؟ 6، بس أنا مش عايز الزرقاء خالص. يبقى ناخد البيضاء والحمراء نجمعهم الاتنين على بعض، مجموعهم يديني كام؟ نقوله هنا يبقى أنا كده بنجيب مجموع الكرات اللي هي ليست زرقاء، اللي هي البيضاء والحمراء، يعني 4، نقوله 4، نجمع عليهم كام؟ نجمع عليهم الخمس. يبقى الأربعة بنجمع عليهم الايه؟ الخمس، ونقسم على 15 زي ما هي برضو، هتساوي 9. كام نقوله؟ 4 و5 9، هنقسمهم على الكام؟ على ال 15، ونشوف الناتج بيطلع بكام. برضو ممكن نختصر على الكام هنا، نقسم على الايه؟ على الثلاثة. 9 على 3 فيها الايه؟ ال 3. 15 على 3 فيها ال 5، يبقى الناتج بيساوي 3 على ايه؟ على ال 5. الجزئيه اللي بعد كده بيقول لي الكره المسحوبه ليست سوداء، ليست سوداء، بيقول الكره المسحوبه سوداء. طب انا عندي كم كره سوداء؟ مفيش كره سوداء خالص، يبقى انا ما عنديش ولا كره سوداء، يبقى ديت مش داخله في الموضوع خالص، يبقى نقوله الاحتمال بتاعها صفر على ال 15، يعني بيساوي صفر. يبقى الكره السوداء انا ليس عندي اي كره سوداء موجوده. طب انا عايز احتمالها، ده هتجيب احتمالها منين اذا كانت ما فيش كره اصلا سوداء تسحبها؟ يبقى نقول الاحتمال بتاعها بيساوي الصفر. وفي نهايه هذه الحلقه اتمنى ان تنال اعجابكم، لا تنسى الاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتشاروا للاصدقاء والفيسبوك، وتابعونا باستمرار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.